الصحراء مكان الزين ولبها، الله خلق فيها الحب والعدل، المرأة فيها سلطانة قيمتها مثل الرجل. الشعر اللي هو أساس الكلام، هو الكلام اللي كتبنى عليه الأغنية الحسانية، كيتسمى الغنى. كني ويصيب الراحة، يو كني ويصيب الراحة. والموسيقى في الفن الحساني كتسمى أزوان. أنا أسمع الغناء، أسمع الفن، فأنا أسمع إنسان يعبر لي عن ذاته بطريقته، ليقول أنا موجود في شكلي في ذاتي وسأوصل رسالتي. حتى في فنون الأداء الأخرى الجسدية عند الرقص هناك رقصات جميلة في تاريخ الثقافة الحسانية الصحراوية. هذا التبرع وهذا الشعر دائما هذو الشاعرات مجهولات. الشاعر في الخيمة بناها أب لا يعرف الشح قلبه، ونسجتها أم تحسين النسج والغزل. واللي أساسي في الفن القناوي هو الموسيقى، هو الإيقاعات، هو الأنغام اللي كنسمعوا. الأصل ديال القناوة من بلدان جنوب الصحراء. القنقا هو الطبل الكبير، هو اسم القنقا، اسم مصطلح أفريقي، تيعلموا الناس بأن احنا جينا باش غادي نديروا تداوي بالموسيقى.